عشان كده نجاح الاهلي في ابو ظبي خلى معانا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حامد عز الدين. مساء الخير يا استاذ حامد. اهلا اهلا يا ابا خليل. تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور محمود مسلم. والله الصديق العزيز جدا جدا الغالي الدكتور محمود مسلم، انا طبعا اعرفه من زمان وكراجل ايه في الاصل يعني صحفي سياسي. صحيح. لكن انا كانت من احلى المفاجآت عندما اكتشفت وجوده ضمن البعثة الاعلامية اللي في مع الاهلي في تغطية بطولة كأس العالم للأندية، فقلت له انه انا اتمنى بقى ان انا بقول له يعني انت موجود باي صفة يعني سايب شغلك وجاي تتفرج على الكوره؟ فقال لا انا اهلاوي واولادي بروح معاهم الملعب واهلاوي زاد على اللزوم. قلت له طب ازاي انا ما اعرفش هذه المعلومه المهمه؟ ازاي المهندس عدلي ما مضاهوش؟ طب انا كنت اتمنى ان اكون يعني ممن يستضيفون الاستاذ محمود مسلم. الله يخليك يا استاذ، لانه صحفي كبير ومن النماذج الرائعه في الاعلام المصري الحقيقه. وسعدت انا الان وهم بيبلغوني ان هو موجود، بس كنت طبعا ايه هتهم المهندس عدلي بالمسؤولية عن عدم إبلاغي، وإلا كنت حابة موجود معاكم الآن. طب اسمع بقى، بما أنك دخلت وبتقول كان نفسك تستضيفه، لو أنت موجود ومستضيفه تسأله تقول له إيه؟ لا أنا كنت هقول له أنا عايز أعرف منك الآن بدايتك مع الأهلي، لأنه أنا لم أتحدث يعني أنا ما حسيتش إن أنا بتحدث مع حد بيتكلم كإعلامي. ده هو جاي يشجع الأهلي في أبو ظبي وهو في مهمة شديدة الصعوبة بقلبه، يعني مش جاي مش بنتكلم في الإعلام، ده حب من القلب. فالحقيقة أسعدتني تعبيراته اللي قالها، رغم إن هو طبعا هادئ جدا وبسيط وما ما ما لا 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 يغلف تعبيراته بكثير من الاحاسيس، بس وصلتني جدا. فقلت له انا اتمنى ان انا اقعد معاك بقى عشان اقدمك للناس بهذه المحبه الاهلاويه والعشق الشديد جدا للنادي الاهلي، وهذا يسعد جماهير الاهلي كما بالتاكيد اسعدني، ولابد ان نعرف منه هذا ونشوف يعني كيف يتعامل هو رئيس تحرير ورئيس قنوات وكذا، والاهلي مثلا عنده مباراه انا اعتقد انه بيسيب كل حاجه ويتفرج على المباراه. اه ده اكيد ساب جلسات مجلس الشيوخ وجه عشان الاهلي. لا هو كنا تعاوننا فتره وهو بيغطي الشان البرلماني. والله لو كنت اعرف وقتها كم العشق الذي يحمله الدكتور محمود مسلم للاهلي لا قررت استبعاد الاستاذ ابراهيم المنيسي. تعالى انت يا دكتور خليك معانا في الشان الرياضي. ده الكلام ده هيضيع يعني بديل عن الفطار اللي انت كنت بتدعو ليه ولا ايه؟ لا 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 يا حامد انت كده مالكش امان يا حامد. لا هو الكلام ده بديل للدعوه يعني هو الجمال 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 ان ما في قاعده بتضم القامات دي كلها. لا لا انا والله انا بس كنت بقول كان نفسي اكون معاكم وانتوا بتستضيفوا الدكتور محمود مسلم. انت معانا اهو. الله يخليك يا استاذ حامد، انا بشكرك. الدخول هنا كان بالحصن يا استاذ حامد. كان بالحصن يا صاحبي. بشكرك يا استاذ حامد طبعا، وانا فعلا اتعاملت مع الاستاذ حامد لما كان مدير وكاله الاخبار العربيه، وطبعا بسعد بس حامد على طول في كتاباته ومداخلاته التلفزيونيه، وسعدت طبعا بوجوده في ابو ظبي وهو راجل يعني اهلاوي عنيف واهلاوي اهلاوي. فبشكرك طبعا، لكن لو انت بتسالني عن الوطن، لا الوطن
في موضوع تغطية الكورة ليها يعني سيستم وليها نظام، مش بيعتمد على هوى رئيس التحرير. احنا عندنا ناس في القسم الرياضي وناس متخصصين وفاهمين وعارفين احنا يعني بنفصل هواياتنا. انا حتى وحضرتك طبعا استاذنا في المهنه وعارف، البعض يقول لي ازاي في مقال مش في الرياضه يعني في السياسه كده، اقول له اوعى تفتكر ان كل المقالات اللي بتنزل دي على هوايه، ده اصحاب يعني اكيد، لو اكيد انت عارف ان ده ممكن ما يبقاش راي، بس هي الصحافه فكرتها التنوع والمقال بيحسب لكاتبه في الخبر بقى والمتن والكلام ده كله. احنا كلنا مختلفين يعني، احنا فينا الاهلاوي وفينا الزملكاوي وطول الوقت في صراع حوالين الكوره، لكن في الشغل عندنا حاجه اسمها المهنيه. يعني في الشغل احنا عارفين المهنيه ما اتحققتش يبقى عندنا خطا. يعني انا مثلا لا افرح تماما ان واحد يجيب لي خبر غلط عن الزمالك ولا خبر غلط عن الاهلي، الاثنين نفس الدرجه والعكس. يعني احنا مثلا الوطن انفردت بنشر معظم عقود لاعبي الزمالك، وقريب الوطن انفردت بنشر عقد الشناوي، ده اتنشر في الوطن وده اتنشر في الوطن. اللي بقى مصر يبقى يقول المصر يصنفنا وحر. الوطن طلعت منشتات ضد ده وضد ده ومع ده ومع ده، اللي مصر برضه يشوف الزاويه اللي هو عايز يشوف منها هو حر. لكن احنا انا شخصيا بحاول الى حد ما الا في الحاجات المهنيه، ولما بكلم حد دايما اقول له كلمني في المهنه ما تكلمنيش في الانتماء. ما تفبركش وليك مطلق الحريه. يعني ما دام الخبر صحيح انا دافع عنه، الخبر غلط بقى سواء متفق مع ميولي مش متفق مع ميولي دي قصه ثانيه. هو غلط. هو غلط. هي يا دكتور محمود، انا اتحدث الان عن المهنيه التي اجد بوضوح انها كادت تختفي في، ليس فقط في الصحافه الرياضيه في مصر ولكن في الاعلام الرياضي بصفه عامه، لانه على مدى الشهر الماضي هناك كوارث واجهتها المدنيه ضربت المهنيه في مقتل، عندما تنشر صحيفه من المفروض انها كبيره، انا لا اتحدث عن صحيفه بعينها لكن انا اعتقد انه هيوصل الاسم لانه ده انا ما احبش اعمله، لكن ان صحيفه تنشر وتعيد النشر وتكرر خبر والخبر يثبت كذبه بدرجه 100% بعد 24 ساعه فلا تكلف نفسها عناء الاعتذار، عناء الاعتذار عن خطأ ثبتك كذبه أمام الملايين. أقول لاعب مصاب وده يختفي وتنقل الصحيفة عن آخرين، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ليس التابعة لمؤسسات محترمة أو مؤسسات كبيرة بل لبعض الأشخاص وبعض أنا آسف في اللي أنا أقوله المرتزقة في الإعلام الرياضي اللي بيستضيفوهم عشان يعملوا فقرات كوميدية، يعني يتطوعوا ويقولوا ما لا يمكن قبوله، ما لا يمكن قبوله، محدش بيقول لهم أنتوا بتغلطوا، بل أنه صحف تصف نفسها بالكبيرة المحترمة تقع في هذا الشرك وتعيد النشر وتعيد النشر أكتر. أنا شفت خبر لمدة 3 أيام ورا بعض، وفي اليوم الرابع كان اللاعب الذي يتحدثون عن أنه مصاب إصابة مزمنة ومحتاج 6 شهور كان في الملعب وكان كويس قوي قوي. بس متهيألي المدرب جنوب أفريقيا هو اللي اتكلم عن الموضوع ده. لا لا لا، ليس مدرب جنوب أفريقيا، ده هم قالوا أنهم شافوا وأن هو الراجل تعبان وأن هو الراجل مصاب وأن الجهاز الطبي بيقول لك محتاج 6 شهور. 6 أسابيع ولا 6 أشهر. يعني لا يعني. قال 6 شهور ده عنده إصابة مزمنة ولم يعتذر احد، وترتب عليه ان اكتر من برنامج طلع هاجم النادي الاهلي. ايوه، وده في احدهم قال لك ده الاهلي يتهم بالاضرار بالمال العام. المهم يعني فهي المهنيه دي اللي الحقيقه محتاجه مننا التركيز اكتر، وان احنا نشرح للناس اسس تعلمناها وعلمناها على مدى سنوات طويله
وإذا بها اليوم في تنزوي شيئا فشيئا حتى أصبح التهريج هو العنصر الأكثر ظهورا على صفحات صحف ومواقع إلكترونية وأيضا في برامج تلفزيونية. أستاذ حامد هربت من هنا في رمضان، لكن لما ترجع بإذن الله يكون لنا لقاء معك، دايما عندك وجهة نظر بتبقى عميقة وكويسة، فدخولك في اللحظة دي يعني تقلنا الليلة يعني. لا طبعا أستاذ حامد إضافة كبيرة طبعا. لا إن شاء الله، ومرة تانية أنا برحب جدا وبعتذر عن عدم وجودي لكي أكون موجودا بكياني الواقعي في معكم في استوديو قناة الأهلي، ونحن نحاور هذا الصحفي وهذا السياسي وهذا العاشق الأهلاوي. الله يخليك. شكرين جدا أستاذ حامد، وكل سنة وانت طيب. الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين، شكرا ليك. أنا عايز